صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ليبين فيه أمورا، وهي أن الإيمان في بضع وستون شعبة، ويتفاوت إيمان الإنسان بحسب العمل. هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو صحابي جليل، أسلم في السنة السابعة للهجرة، يعني مكث مع الرسول عليه الصلاة والسلام 3 سنوات تقريبا، ولكنه من أكثر من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، فقد كان من أول المكثرين، روى أكثر من 5300 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه انقطع لذلك، يعني لما أسلم وكان من دوس من اليمن وأتى إلى المدينة المنورة لازم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه الأحاديث، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ، فلذلك كان من أكثر الصحابة حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في سنة 57 للهجرة، وقد أخذ عنه الكثير من التابعين حتى أنهم نقلوا لنا أحاديثه، ومنهم الإمام البخاري. يقول هنا: الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية لمسلم بضع وسبعون شعبة. طبعا لا تفاوت بين الروايتين، لأن العرب قد تطلق لما بيكون العدد كبير فقد تنقص أو تزيد، ولا تريد ذلك العدد بالذات. فهنا يقول بضع وستون شعبة في رواية: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبنشوف أن هذا الحديث بيّن لنا أن هناك قول باللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهي من العمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء في القلب، وعدها من الإيمان. فلذلك في هذا الحديث شوف أنه القول والاعتقاد والعمل كلها من الإيمان، والإيمان كما ذكرنا أنه عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الله سبحانه وتعالى قال: يزداد إيمانا مع إيمانهم. فأعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، يعني هي من أفضل ما يتكلم به الإنسان. فممن يقول لا إله إلا الله ومن خلال أعماله يكون في مرتبة الصديقين، يكون صديق، ومنهم من يقول لا إله إلا الله وبيكون زنديق، لأنه يقولها بلسانه ولا يعمل بقلبه، ما في عمل. ومنهم ما بين بين، يعني إنسان بيقول لا إله إلا الله ولكنه قد يعمل ويترك وينتهي ويرتكب وهكذا. والحياء الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو خصلة كانت في الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس حياء. والحياء أنه الإنسان يبتعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه حياء، لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء والإيمان قرناء، إذا خرج أحدهما أخرج الآخر. يعني الإنسان لازم يكون مع الإيمان في حياء، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن مما أدرك الناس إنما أدرك الناس في النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الإنسان اللي بيصنع الذنوب والمعاصي ولا يرتدع عن ذلك فهذا إنسان ليس فيه حياء.
فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحياء شعبة من الإيمان، وكما قلنا الحياء أمر قلبي. فلذلك الإيمان، نؤكد في هذا الحديث على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل من خلال الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.